العرب هانا بيقولوا منين تحوجت؟ من عند حليمة، حليمة سلامة من بيت عنان. جبت الملوخية من البلاد، الزريعة والفكوس جبتها مشان نعرفهم في شو احنا عندنا. وهي مش بكت حسبها الكدي كد هذي يعني، وصرنا نشتري اللي تضهان في جنبنا نشتريها. وهذا ابني شاطر في الخضرة وبسألني شو البكيلة يما، بيجي يسألوه عن بكيلة. هاي جبنة عنا، جبنة كل انواع، الكول قط عنا، اسعارنا مليحة. هاي شفتيها انتي، كنا بس جينا هانا كنا بنحوش لنا مصريات بنروح نفتح في بزنس هناك. لما جينا بكيت معايا ولدين، لما 67 لما كام الحرب، قلت يا لا ليش نروح على الحرب، خلينا هنا فلسطين. احنا بكينا نزرع بس شو، نلقط زيتون في جداد الزيتون، ابويا يجيب شغيله ويروح يلقط الزيتون، احنا نسوي الغداء ونروح نوديهم. نسوي 12 برميل من الكبار غرفه هذه للزيت، بنيت دار هناك في فلسطين، اشترينا أرض وروحت بنيت دار. وبكينا نروح كل سنة، نقعد 3 أشهر هناك ونيجي. كل إشي هنا خضرة نفس فلسطين. إحنا شو بطلبوا الناس بنجيب، ويا ستي على الله الباكي. أنا مش تاك لفلسطين، مش تاك أروح أصلي في الأقصى، بس شو من الحرب. والله لما بتكتلوا هالشباب كأنهم أولادي. أخي خسرتي علينا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. Thank you.